حلقة اليوم من برنامج واش فهمتونا، غادي نناقشوا مع شباب مدينة فاس موضوع هجرة الأدمغة والأسباب الكامنة وراء نزيف الكفاءات المغربية نحو الخارج وتحقيق الأحلام خارج الحدود. فقرة مقاولتي غادي تكون فرصة نستفدوا فيها من نصائح الخبيرة نوال بكري، بينما محمد المهدي قصد كوتش كريم لاكتساب مهارات جديدة تمكنه من أنه يبيع فكرة المشروع دياله لبعض المستثمرين، والتمرين اللي اقترحه الكوتش غادي يكون على خشبة المسرح. من شحال هادي وحنا كنسمعوا على شباب الحلم ديالهم يسافروا برا، إما باش يكملوا قرايتهم في واحدة من الجامعات الأجنبية أو أنهم يهاجروا بشكل نهائي لأسباب متعددة في نظرهم. فالدول اللي كيقصدوها كيعتبروها كتحترم كفاءاتهم وكتعطيهم إمكانيات كبيرة سواء كانت مادية أو معنوية باش يحقوا بها أهدافهم المهنية والشخصية. هجرة الكفاءات خسارة كبيرة، واختيار الهجرة كيكون إما لأن الأبواب كلها مسدودة في وجهات الشباب أو لأنهم كيقلبوا على ربح أكبر وأسلوب حياة مختلف. 902 ديال الشباب ما بين 16 و 35 سنة جاوبوا على هذا السؤال: من أجل منصب شغل أنت مستعد لي الرحيل خارج بلدي؟ 52%. قولوا لنا حتى أنتم الرأي ديالكم عن طريق صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأجي ونشوفوا الشباب شنو الآراء ديالهم في فقرة نقاش. غادي نطلقوا في حلقة جديدة مع موضوع مهم، موضوع تناقشوه بزاف داخل الأسر المغربية. الشباب كنعتقد بأنه عنده أسباب مختلفة ومتنوعة. هجرة الأدمغة، الشباب اللي تيكمل الدراسة دياله وتيبحث على فرص عمل أو هجرة نهائية نحو بلد آخر، أكيد بأنه عنده أسباب كثيرة، أكيد بأنه ماشي ما تيبغيش بلاده ولكن لقى إشكالات ما قدرش يحلها، وبالتالي ما تيشوف تحقيق أحلامه وذاته إلا في مكان آخر خارج حدود بلده. دونك نبغيو نعرفوا أول حاجة بعض الأسباب الكامنة وراء التفكير بهذه الطريقة هذه. سي محمد، أولا سي علي كنشكرك على هذا البرنامج المتميز صراحة، وكنرحبوا بك بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مدينة فاس. أما فيما يخص ظاهرة هجرة الكفاءات وهجرة الأدمغة فهي ظاهرة عالمية صراحة، وكتعتبر بين المشاكل اللي كتجي في 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 قائمه المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه للدول الناميه. المغرب لا يستثنى، حتى هو بدوره كيعاني من هذه الظاهره هذه. هذا الاخير فهو في نزيف مستمر، اذ يحتل ثاني اعلى معدل لهجره الكفاءات بالدول المتقدمه. كذلك حسب التقرير ديال التقرير العربي للتنميه الثقافيه فهو كيتعتبر من ابرز 30 دوله الاكثر تصديرا للكفاءات. هذا ما يؤكده ايضا واحد التصريح ديال وزير سابق، وزير التعليم سابق، اكد من خلاله على ان اكثر من 600 مهندس ومهندسه خريجي ديال المعاهد العليا للهندسه كيغادروا المغرب مباشره بعد تخرجهم خلال سنه واحده، وهذا ما يعادل او ما يوافق جمع ديال 4 معاهد او مدارس للهندسه خلال سنه واحده. اذا هنا السؤال اللي كيفرد ذاته هو السبب او الدافع اللي كيخلي هاد الطلبه هادو كيغادروا المغرب. كما كنعرفوا ان الدوافع والاسباب متعدده ومختلفه، لكن كنشوف من منظوري الخاص ان السبب اللي كيطغى واللي كيجي مثلا في السبب الرئيسي هو ان السوق الاوروبيه او السوق ديال الدول المتقدمه داك الحجم ديال الاغراءات او التحفيزات اللي كتقدم هي كبيره جدا مقارنه مع السوق المغربيه. فالطالب المغربي مثلا كيفضل ان كيفضل السوق الاوروبيه او السوق المتقدمه ديال الدول المتقدمه عفوا، نظرا لذاك الارتفاع ديال الاجر الشهري مثلا، تكوينات مدفوعات الاجر، بالاضافه الى هذا ذاك ظروف العمل داخل مؤسسه العمل. كاين اللي نضيف كذلك واحد الدافع او سبب ثاني، ثقافه البلد في التعامل مع هذه الكفاءات هذه. في بعض الاحيان كنلقاو الكفاءات، بعض الكفاءات اللي خارج دائرة الاهتمام الرسمي، هذا مشكل أو دافع اللي كيخلي بعض الكفاءات تهاجر أو تحفزهم أنهم يغادروا مثلا البلد ديالهم نحو بلد أفضل أو مثلا بيئة أو مناخ اللي كيخليهم يزاولوا المهنة ديالهم. ربما في ظل الواقع اللي تنعيشوه، أزمة اقتصادية عالمية خانقة بفعل الكوفيد دونك ليبيديمي انترناسيونال، واش الباب لازال مفتوح على مصراعيه لهذه النوعية من المهاجرين
نحو بلدان أوروبية أو في شمال أمريكا لبنان. الظاهرة ديال هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة هي واحد الظاهرة اللي يعني منتشرة من قديم الأزل، ولكن بدات كتكبر أكثر وأكثر. نقدروا نهضروا على الآن على نزيف أدمغة أكثر ما هي غير فقط هجرة كفاءات. اذا بالنسبه للحاله لا سيتواسيون اللي كنعيشوا دابا مع ظروف كوفيد، لي كونسيكونس اللي دابا عايشين، شنو واقع ازمه اقتصاديه يعني في العالم كامل، فكنظن بان الفرصه ما بقاتش كما الفرص او الفرص ما بقاتش كما كانت يعني من كما شحال هذه، خصوصا وان بزاف الشركات اللي غلقوا الابواب ديالهم. الا ما غلقوش الابواب ديالهم كيضطروا انهم ينقصوا من العامله اللي عندهم، حتى من لي سالير تيضطروا انهم يهبطوا لي سالير. اذا كنلقاو بان فرص العمل يقدروا يكونوا ماشي يقدروا انما فعلا نقص بشكل 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 ملحوظ. رويا، ربما اليوم ملي تنشوفوا شخص درس يعني دراسته كاملة داخل المغرب ومن بعد تفكر أنه يخلي هاد البلاد اللي درس فيها اللي تعلم فيها اللي وعى فيها باش يمشي يخدم بلد آخر لم يعطيه أي شيء وغير سامع عليه شوية الخير والإحسان، دونك كيفاش ممكن نقيموا هاد النوعية ديال الناس؟ واش هما ناس أنانيين نقصهم الوطنية ولا لا؟ الناس عندهم الحق باسكو ما توفرتش لهم واحد العدد من الظروف وتيفضلوا انهم ما يضيعوش المستقبل ديالهم هنا وانهم يمشيو يضمنوه في بلاصه ممكن تعطيهم داكشي اللي كيحلموا به. اذا كما سبق الزملاء ديالي وذكروا الهجره العالميه، فهي الهجره هجره الكفاءات او هجره عفوا الادمغه، فهي واحد الظاهره اللي ماشي عاد عرف المغرب معرفها المغرب مؤخرا، فهي ظاهره اللي كيعاني منها سنوات هذه. يعني كنهضروا على واحد الانتقال ديال الشباب ديال المهنيين ديال الخبراء ديال المتخصصين من البلد ديالهم الام اللي هو المغرب الى دول اجنبيه لبعض الاسباب والدوافع الخاصه، فحنا قدام واحد الخساره كبيره لهاد الخبره لهاد المتخصصين ولهاد المهنيين. اذا فبالعوده للسؤال ديالك، انا كنظن ان اي شاب او اي مهني كينتقل لدوله اجنبيه فهي لاسباب خاصه، ربما لبحث عن مستوى معيشي افضل، ربما لفرص افضل. فهي انا نقدر نقيمها ما نقدروش نقولوا كامل الانانيه، لكن هي كتبقى حريه خاصه، لكن المهم او الافضل هو انه يرجع للبلد ديالو يجيب لنا الخبره ديالو باش نستافدوا منها بطريقة اللي هي أفضل. ممكن نتكلم اليوم على واقع المغرب، بلد اللي يعني صناعيا تنشوفه بأنه عنده واحد طفرة نوعية. الاقتصاد رغم الظروف الاستثنائية العالمية غادي نقولوا بأنه صامد. لا أعتقد بأنه هنالك يعني طالب تخرج من مدرسة مرموقة ما غاديش يلقى خدمة. دونك واش الإشكال تيكون في لو سالير؟ الإشكال تيكون في نوعية العمل اللي غادي يلقاه؟ الإشكال تيكون في التطور؟ دونك معناه واش هو غادي يبقى ساكن في المهنة اللي غادي يبدا فيها وما غاديش يتدرج في المستويات؟ شنو هي الأسباب الحقيقية الكامنة أمام رفض هذه الفئة من الشباب أنهم يخدموا هنا يبدأوا هنا ويبنيوا مستقبلهم هنا قبل ما يفكروا أنهم يمشيوا؟ كما قلتي ذكرتي الصالير، الطالب فاش كيتخرج أول حاجة تيفكر فيها هو الصالير، فاش كيقارن مثلا الصالير دول متقدمة أو دول أوروبية مثلا خاصة كيقارنوا مع السوق المغربية فرق كبير، إذا هنا كيبقى واحد التفضيل، فهمتيني؟ نقطة أخرى ديال كما قلتي أن المغرب الحمد لله في تقدم وفي ازدهار لا من الناحية الاقتصادية ومن في مختلف المجالات، غنذكر واحد النقطة هي كاين إشكالية ديال المحسوبية الزبونية. في بعض الأحيان كنلقاو بأن مثلا الأشخاص ماشي كفء ولكن كنلقاو في المناصب، في بعض الأحيان كنلقاو الناس عندهم كفاءة وكيستحقوا مناصب ولكن ما كنلقاوهمش، هذا نقطة ثانية. نقطة ثالثة هو أن مثلا كيفضلوا أنهم مثلا يمشيو يقراو على برا يكملوا القراية على برا باش يزيدوا يطوروا المهارات ديالهم، يزيدوا يكتسبوا خبرات جداد. كاين اللي كيبغي يرجع مثلا باش يحصل على منصب أفضل، وكاين اللي كيفضل أنه يبقى تما. إذا المحسوبية والزبونية أعتقد بأنها ظاهرة عالمية،
الرشوة هي ظاهرة عالمية، بالإضافة لذلك هذا الشخص اللي غادي يمشي من بلد عربي إسلامي إفريقي لدولة أوروبية ولا دولة شمال أمريكا، كنعتقد بأنه غادي يواجه الراسيزم في واحد الظرف عاوتاني استثنائي في الناس الإسلاموفوبيا عندهم مرتفعة، دونك غادي يكون توجور يعني تيشوفوا فيه بواحد الطريقة مختلفة. هل الطريق معبدة أمامه في الخارج وهنالك عقبات فقط في البلد ديالو؟ انا شخصيا كنظن ان هناك لاي طالب لاي شاب اللي باغي مثلا يهاجر للدول الاجنبيه هناك تحديات كثيره، كما ذكرتي مثلا تحديات ديال الغاسيزم ديال الاسلاموفوبيا، يعني شحال من تحدي، لكن كيبقى ذلك مرتبط بالاسباب ديالو الخاصه، مثلا الاجور، فرص احسن، فيعني كما قلتي في الدول كامله كنلقاو ديك المشكل ديال او المعضله ديال الزبونيه والمحسوبيه، لكن كيبقى الدافع ديال كل شخص مثلا التدرج في المناصب وفرص احسن ومستوى معيشي افضل. هل هي قاعده عامه انه كل شاب مغربي، يعني نقول باش نبقى حنا تنهضروا غير على ديالنا، هاجر الى بلد اجنبي تينجح؟ يعني بدون استثناء قاعدة عامة أنه النجاح مرتبط بالهجرة؟ كاين بزاف ديال العوامل اللي كيخليو ان الشاب المغربي او مثلا خريج جامعه او اللي غيهاجر لدوله اخرى باش انه كيطمح انه غادي يلقى واحد، نقولوا حنايا لا في اون روز، وغيلقى خدمه كيغيبدا وهذا، لا بالعكس، لان كيف هضرتي قبيله ناقشتي واحد النقطه مهمه اللي هي الغاسيزم. احنا دوله عربيه مسلمه، وضروري ما غيلقى شويه مشاكل من طرف ممكن لي زومبلوي اللي غيكونوا معاه، ممكن انت يا ماروكان مشيتي وغتاخذ مثلا واحد لو بوست ديال واحد اخر اللي نورمالمون كان ياخذوا مثلا ان فرونسي، هنا نقدروا نلقاو مشكل. ناقشتي واحد النقطه واحده اخرى هي ديال المحسوبيه والزبونيه، راه حتى تما كاينه، يعني فين ما مشيتي هاد الظاهره كاينه. حنا الحمد لله راه المغرب غادي في واحد التقدم بالنسبه لهاد فهاد السياق هذا، يعني كنا كنهضروا على محسوبيه وزبونيه بشكل كبير، دابا الحمد لله بدات كتنقص، ولينا كنهضروا اكثر على ريزولاسيونيل، لان المشكل ماشي هو انا غادي نبروبوزي شي واحد لواحد البوست، لا، المشكل هو يكون هذاك الشخص ما لايقش لذاك البوست، هذا هنا المشكل. بالنسبه للمحسوبيه والزبونيه فالحمد لله حنا غاديين في تقدم ملحوظ، ما كناش كنهضروا بزاف على المحسوبيه والزبونيه، وانما ولينا كنهضروا كما قلت على ريزو ريلاسيونيل، يعني ما بقيناش كنرشحوا واحد الشخص لواحد الوظيفه اللي ولا واحد البوست اللي ما يليقلوش، ولا لان ما عندوش مستوى يقدر يشغل ذاك البوست هذاك، بالعكس ولينا كنقدروا نرشحوا الناس اللي عندهم شواهد اللي تلقاو واحد التعليم عالي، يعني الحمد لله راه حنا في تقدم. بالاضافه لانه اللي بالنسبه لي انا وجهه نظر ديالي اللي فشل انه يندمج في ميدان العمل هنايا صعب جدا انه يلقى فرص شغل تمايا، لانه في البدايه خصك تبدا خصك عندك اون اكسبيريونس، خصك تندمج تبدا تشوف كيفاش مداير. واخا حنا ما تنتكلموا شيء اكيد على الناس اللي اشتغلوا لمده سنوات وما وصلوا شيء ليزوبجيكتيف ديالهم، اتما يفكروا انهم ربما هما كيقول لك انا ما مديرش لهاد البلاد، انا انسان دماغي لهي خصني نمشي لهي وتما فين غادي نقدر نحقق ذاتي، اي سي فغي كو بوتيت كيديروا دي ساكريفيس هما غير مستعدين انهم يديروهم هنايا، وبالتالي كيقدروا انهم ينجحوا من بعد. شنو المعمول؟ شنو خصنا نديروا باش هاد الفئه ديال الشباب تقتنع ربما انه مستقبلهم هنايا، ان بلادهم محتاجاهم هنايا، ان كفاءاتهم غادي تكون احد الاعمده الاساسيه للدفع بقاطره التنميه في بلادهم اللي كبراتهم اللي قراتهم واللي محتاجاهم؟ فبالحديث عن يعني الحلول اللي خصنا نقترحوا مثلا على المغرب باش يقدر يخلي الشباب ديالو في بلاده، يعني خصنا نشوفوا اولا الخسائر اللي كيفقدها المغرب، فملي كنهضروا على هجرات ديال الشباب راه كنهضروا على خسائر في الخبره، على خسائر في الملايين الدراهم، على خساره اجتماعيه، يعني راه واحد الانسان المثقف يمشي لك من المجتمع، واحد الانسان اللي ممكن ينمي المجتمع، واحد الانسان اللي ممكن يربح
باجيال، يعني راه كنهضروا على خسائر، خسائر كبيره جدا، خسائر ضخمه. فيعني هنا كنشوفوا الحده ديال هذه الظاهره بالنسبه للمغرب، يعني خصنا نشوفوا حلول اللي ممكن بها نخليو الشباب الطلبه ديالنا المهنيين الخبراء يبقاونا في بلادهم. فبالنسبه لي انا كنشوف الحل الاول اللي ممكن نتاخذه هو الاجور، يعني فرص العمل. يعني للاسف مثلا الطالب، مثلا نهضروا على الطالب، الطالب فاش كيكون في المدرسه ديالو كيقرا في معهد، يعني راه كيكون كيقول مثلا انا يكون عندي باك بلس 5، يعني غنخرج غنشد تيل وتيل سالير. فملي كيخرج لسوق الشغل راه كيتصدم، يعني ما كيلقاش ديك الاجره اللي كان كيتسناها. فهنا خصنا نحاولوا نقيموا التكوين ديال ديك الطالب، ديال داك المهني، ونعطيوه واحد الاجره اللي فعلا كيستحقها. هذا من جهه. من جهه اخرى فرص شغل، يعني الحمد لله المغرب دابا راه في واحد الوتيره اقتصاديه اللي مزدهره ان شاء الله، وكنظن ان يعني من هنا القدام يعني غادي يكونوا فرص اكثر في الشغل. هذا من جهه. من جهه اخرى تشجيع معنوي، يعني نحاولوا هاد الطلبه نعطيهم جوائز، يعني هاد المهنيين هاد الخبراء نعطيهم جوائز دو مانيير اسكو اسكيل، يعني يحسوا براسهم موتيفي انهم يبقوا في بلادهم. هو طبعا تختلف هاد لا بوليتيك من مؤسسه لمؤسسه، من شركه لشركه، على حسب التوجه ايضا اللي اختاروا كل شخص في الدراسه ديالو في العمل ديالو. لكن اعتقد بانه حتى من الخسارات الماليه اللي تتكلمي عليها، هنالك ارباح ماليه اخرى كتدخلها الدوله من المهاجرين اللي تيشتغلوا طبعا في هذه البلدان المختلفه حول العالم، وتيرسلوا العمله الصعبه اللي هي احتياطي مهم بزاف للدوله، فبالتالي هما تيفيدوها بشكل كبير. ولكن اللي تنتكلموا حنا على الادمغه، على الكفاءات، فكنقولوا بان حنايا بحاجه لهاد لي زانجينيور، لهاد الاطباء، لهاد لي كادغ، اوكي، باش نستافدوا منهم حنايا، لانه كاين خصائص ملي كنكونوا شباب في عدد من المؤسسات المرموقه في الدوله، فهذا كيعني بانه حنا في حاجه ليهم، بانه كاين عدد كبير من المؤسسات غتستافد من الخبره ديالهم. شكرا لكم بزاف على هذا النقاش الجميل. شكرا لك لبنى، شكرا لك سي محمد، شكرا لك روياء. واكيد انه النقاش غادي يستمر معكم في البيوت ديالكم، ما بينكم وما بين صحابكم وما بين الاهل ديالكم. نتمنى ان الموضوع يكون نال الاعجاب ديالكم، بانه وجهات النظر المتباينه والمختلفه تكون اغنت من الافكار، من الحوار، من النقاش. وغادي نمروا الان الفقره التاليه، الفقره اللي تتعرفوا فيها على مقاولين شباب قرروا انهم يديروا مقاولاتهم هنا في المغرب، وانهم يساهموا في تنميه اقتصاد بلادهم. خليكم معنا. اليوم غادي نتكلموا على لو مايند سيت اونتربرونيال، ولا الفكر المقاولاتي. شنو هو الفكر المقاولاتي؟ كيفاش ممكن يكون عندنا ولمن عند من؟ الوغ الفكر المقاولاتي ماشي شي مبدا كاين برا ولا كاين في الخارج ولا كاين في شي مدن وحده اخرى، هو كاين من القلب، نقولوا الخليه العائليه اللي كاينه، لانه هو فكر، يعني ماشي شي حاجه غادي نجيبوه من برا، ماشي شي حاجه صعيبه. الوغ شنو هو الفكر المقاولاتي؟ كتخصو به بزاف الناس مقاولين. علاش؟ لان هاد الناس اللي كيكونوا كيبغوا المقاوله عندهم واحد، نقولوا واحد المبادئ باش كيشتغلوا. من هاد المبادئ كاين بان كيشوفوا الدنيا، نقولوا بان كيشوفوا بواحد النظره ايجابيه، كيشوفوا في كل تحدي فرصه، كيكون عندهم واحد الاصرار وواحد العزيمه، العراقيل ما كيحبسوهمش، كيقدروا يطوروا من نفسهم دائما، كيقدروا يكونوا حتى ملي كتكون عندهم شي نقولوا واحد نتيجه ولا واحد المشروع كيحاولوا دائما يطوروه. دونك هي واحد مجموعه، واحد سلسله ديال المبادئ اللي ممكن تكون عندنا، ممكن تكون عندنا وحنا في الدار، ممكن تكون عندنا مع الاصدقاء، مع المجموعه ديالتنا، مع العمل الجماعوي، وحتى في اطار ديال الشغل ديالنا اللي كنا في واحد المحيط نقولوا مهني، وبالاحرى الا كنا في مقاوله. علاش هادشي كله؟ لان كما كتعرفوا مشروع مقاوله هو ماشي مشروع فيه واحد زربيه حمراء، هو واحد المشروع اللي فيه بزاف ديال العراقيل، فيه طلوع، فيه هبوط، فيه تحديات، فيه افراح، فيه نتائج ايجابيه ونتائج سلبيه. دونك الا بغى شي واحد يوصل من نقطه واحد نقطه، نقولوا نقطه واحد نقطه جوج، هي ماشي مسرحه، هي فيها بزاف العقبات، بحال واحد كيطلع شي جبل وكيهبط. دونك الا ما كناش مسلحين بهذا الفكر المقاولاتي اللي فيه الاصرار، فيه العزيمه، فيه نكون اوبتيميست، نكون ايجابي، نطور من نفسي دائما، ونفكر بطريقه ابداعيه، لان اليوم شنو كيحد من المقاولات وكيخليهم دي فوا كيسدوا
هو داك الحد من الابداع. الابداع هو اللي كيخليني دائما نجيب شي حاجه جديده. دونك هذا الفكر ممكن نكون فيه نكون به في عائلتي مع اصدقاء ديالي في عمل جمعوي ديالي في المقاوله ديالتي وفي المجال المهني ديالي، بحيث ممكن ناخذ مبادرات، ممكن ندير شي حاجه جديده، ممكن نفكر كيفاش نقدر ندخل علاش لا فلوس، كيفاش نطور من الفكره ديالتي ولا من المهنه ديالتي. دونك حتى انا في الاطار المهني ديالي ممكن نكون مقاول بهذا الفكر المقاولاتي. إذن بالخلاصة ديالتنا، هذا الفكر المقاولاتي فيه بزاف المبادئ، نذكرهم بأن فيه الواحد خصو يكون أوبتيميست، يعني كيشوف بطريقة إيجابية، يكون كوراجو ويكون شجاع، خصو يكون عنده العزيمة وتكون عنده الإصرار، ويكون كيتعلم الأخطاء ديالو، ويكون دائما في تطوير مستمر، ويكون المشاريع ديالو كيف ما كانت الوجهة ديالتها ولا كيف ما كانت الموقف ديالو يكون فيها الإبداع. هادو هما الخصائص الأساسية اللي يكون تقدر تكون عند شي واحد باش يكون عنده فكر مقاولاتي. مهارات هي الفقره اللي كنستقبلوا فيها الشباب الطموح باغي يوصل للاهداف ديالو، كنقترحوا عليه تحديات باش يخدم على لي كومبيتونس الاساسيه باش يوصل للاهداف ديالو. اليوم معنا محمد مهدي، 23 سنه، عنده جوج ديال لي ديبلوم، واحد في الهندسه المعماريه وواحد في الترونسبور لوجيستيك. الحلم ديالو انه ياسس اون ستارت اب. مرحبا بك مهدي. الله يكبرك. ماشي، شنو هي اهم كومبيتونس في نظرك خصك تطورها باش تقدر انك تنشا الستارت اب ديالك وتنجحها؟ المهاره اللي كتبان لي انني خصني نكتسب هي اقناع الناس بهذاك البرودوي ديالي ولا بهذاك لو سيرفيس ديالي. دونك مهاره الاقناع، تقاد ان بيتش وتبريزونتيه قدام الناس. اكزاكتوم. حنا وجدنا لك واحد التحدي عنده علاقه بهذا الشيء هذا، دونك جينا لواحد المسرح وبغيناك دير لنا اون بريزونطاسيون دوفون ان بوبليك وتقدم لنا الفكره ديالك. واش قابل التحدي ديالنا؟ بيان سور قابل. ليتس جو. ليتس جو. محمد المهدي كيحمل مشروع تطبيق. الفكرة ديالو هي نواة بناء مشروع، وباش يقدر يقنع أي مستثمر خصو يعرف كيفاش يوصل ليه الفكرة ديالو. كوتش كريم طلب منه يفكر أولا فكرة التطبيق بالجسد ديالو باش يشوف إذا كانت لغة الجسد كتجاوب مع أفكاره. التمرين الثاني كان خصو يعبر عليها بالكلمات المناسبة اللي غادي توصل بأمانة فكرة المشروع. مهدي اختار في البداية يتكلم على فكرة أخرى، ولكن وجد صعوبة كبيرة وهو على خشبة المسرح باش يلقى الكلمات المناسبة، وطلب منه الكوتش يعيد المحاولة أكثر من مرة. عشي نخدم على اليد ديالي دو أ زد، صافي بلا ما نبقاو نبرصو، صافي. ثم قرر في النهاية يتكلم على الفكرة ديالو، وهنا تكلم مزيان ونجح في التمرين. لوبتيسيان كتبقى النهار كامل عنده كتقيس من الدار او لبين صحابك، كتدخل لابليكاسيون. اجي نشوفوا مهدي شنو استفاد من تحدي كوتش كريم. تبارك الله عليك مهدي. عندي لك ثلاثه الاسئله. السؤال الاول، كيفاش جاتك لا بريستاسيون ديالك ما بين الاول الوسط والاخر؟ في الاول كان بزاف ستريس، كنحس بالعيا واخا ما درت والو. ابري بعد الملاحظات ديالكم تحسن داكشي، وليت ولاو الافكار منظمين وتوسع. شنو الفرق ما بين فاش تكلمتي على فكره اللي انا اقترحتها عليك وما بين فاش تكلمتي على الفكره ديالك؟ هي بيان سور الانسان فاش كيكون في عقله واحد الحاجه وكيفكر فيها وكيفيق بها وكينعس بها كيبغي يقنع بها الاخرين. باغ كونت فاش كتعطيك واحد ليدي اللي ما عارفه والو، عاطينك واحد 10 دقائق ديال تركز تركب افكار ايتترا، كتلف بيان سور. شنو هما الثلاثه ديال اهم الاشياء اللي خصهم يكونوا عندك باش تقدر مره اخرى الا كنتي قدام دي فري كليون تقنعهم؟ اولا خصك تحيد الحشمه. ثاني حاجه انك ترتب الافكار ديالك وتحاول تبدا من الاول، ثاني ثالث اتترا على حسب الاولويه ديال اليدي. وفوالا هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك مهدي. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لكم على المتابعه. الا بغيتوا تكونوا معنا في الحلقات المقبله، ما عليكم الا تواصلوا معنا في صفحات واش فهمتونا على مواقع التواصل الاجتماعي. تلاقوا في الحلقه الجايه. السلام عليكم. السيمانة الجاية غادي نفتحوا موضوع علاقة الثقة اللي كتجمع ما بين الآباء والأبناء ديالهم، والأسباب اللي كتخلي الآباء يفقدوها أو يعزوها، والطرق الأمثل للتعامل دون مبالغة في الخوف والتقصي. فقرة مقاولتي صلاح الدين البدوي غادي يشرح لنا الطرق الأمثل للبحث عن الموارد المالية لمقاولتنا المستقبلية. وكوتش كريم غادي يتلاقى شيماء اللي كتهدف لإنشاء مشروع بعد التخرج وبغى تطور مهارات العمل الجماعي والقدرة على حل النزاعات. نتلاقاو الحد الجاي.